موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع. تقع الفلبين على مقربة من الحدود الغربية للمحيط الهادئ. تشكلت أكثر من 7000 جزيرة نتيجة الانفجارات البركانية التي حدثت في منطقة من المحيط الهادئ، والتي تشكل أجزاء من حزام النار الأسطوري. لكن الأرض البكرة المتشكلة لا تبقى قاحلة لوقت طويل. عندما تحصل البقع التي تشكلت حديثاً من قاع البحر على أشعة الشمس من السطح، تستعمرها الشعاب المرجانية ويتبدل المشهد البحري. المخلوقات التي تستوطن هذا العالم الملون شديدة التنوع، بحيث يعتقد العلماء أن الكثير من الأصناف التي تعيش هنا لم يتم التعرف عليها بعد. إن العيش على سلسلة من الجزر لا تزال تضم العديد من البراكين النشطة هو سلاح ذو حدين بالنسبة إلى الفلبينيين. في عام 1991 ثار بركان قريب من العاصمة مانيلا وحصد مئات الأرواح ودمر 100,000 منزل. لكن بما أن طول الشريط الساحلي في الفلبين يبلغ ضعف طول الشريط الساحلي للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الفلبين تعد عاصمة الشواطئ في آسيا وفردوسا لمن يكن حبا عميقا للبحر. تستقبل الجزيرة الغواصين من أرجاء العالم ليكتشفوا الشعاب المرجانية التي تبلغ مساحتها 40,000 كيلومتر مربع. موجة مفيدة. شوف البحر بالسمع.